تحليل أداء السوق مع ضيفنا من القاهرة سيد إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ إيهاب. أهلا بك فندم. مرحبا. يعني السوق ناشفة كما يقول اليوم، ما في أخبار كثير تتعلق بأداء الشركات فيها. طب شو المحرك الرئيسي لليوم اللي دفع السوق المصري التجاري السعودي وتجاري بعض من الأسواق الخليجية وترتفع مع أنه فكت ارتباطها فيها لفترة من الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، هو السوق كان طبيعي أنه هو هيبدأ الارتداد بعد التماسك اللي حصل في جلسة امبارح، بعد يعني فترة طويلة قوي من التراجعات المستمرة تأثرا بالأسواق الخارجية وبأسواق الخليج بالتبعية. يمكن احنا بس يوم الحد انفصلنا شوية عن الأسواق، هي ارتفعت سواء السوق الأمريكي يوم الجمعة والأسواق الخليجية ارتفعت يوم الأحد، لكن السوق المصري واصل التراجع بعد ما كان محقق مكاسب حوالي 150 نقطة مع بداية التعاملات، لكن عاود الخسائر مرة تانية وقفل على تراجع حوالي 50 نقطة. امبارح حصل نوع من التماسك شوية وبدأ يحصل نوع من الارتداد النهاردة بسبب التماسك اللي بدأ يحصل في بعض الأسهم القيادية، وكان متوقع الحقيقة أن احنا نعاود الارتداد في حركة تصحيحية لأعلى بعد التصحيح العنيف اللي احنا بنمر بيه على الأجل المتوسط، واللي يمكن كنا أشرنا إليه من شهر 9 الماضي أن السوق بدأ يظهر فيه بعض إشارات الضعف اللي بتنبئ باحتمالية دخوله في حركة تصحيحية قد تمتد للأجل المتوسط. أعتقد أن السوق بكرة هيواصل ارتفاعه، احنا عندنا مستوى مقاومة دلوقتي عند مستوى 8800 يلي مستوى 9200 نقطة، هي دي المنطقة اللي ممكن تعاود الضغوط البيعية الظهور فيها مرة تانية، على اعتبار ان النزول الحاد ده دايما لما بيتبعه حركة تصحيحية غالبا ما بتعاود القوى البيعية الظهور، نتيجة ان الارتداد ده ما بيكونش بسبب دخول قوى شرائية ولكن بسبب توقف مؤقت للقوى البيعية، وده اللي ظاهر على كل الأسهم لأنها ارتدت من مستويات دعم تعتبر الرابعة بعد ما كسر السوق معظمه أكثر من 3 أو 4 مستويات دعم بشكل متتالي. فعلى المدى الأطول طبعا احنا ما زلنا بنتحرك في اتجاه عام صاعد على الأجل الطويل، وما نمر به وده يمكن قلناه وبنعيد ونكرره تاني عشان المستثمرين تبقى فاهمين المسألة ديت، ان احنا بنتحرك في اتجاه صاعد طويل الأجل اللي بيحصل حركة تصحية متوسطة الأجل. طبيعي جدا ان احنا بعد الارتفاعات الكبيرة دي نمر بمثل هذه الحركة التصحية، لكننا على الأجل الطويل هنعاود الصعود. نعم. وإن شاء الله هنتجاوز القمة السابقة اللي احنا نازلين منها. سيدي إيهاب، هنالك من فسر ما يحدث في الأسواق العربية المجاورة إنها تحركات أجانب، خاصة في حركة تسيل واضحة لهم، هم اللي عملوا حركة التراجع القوية. في مصر كيف بدت لديك تحركات الأجانب؟ وهل حاول المصريين أو تحركات المحلية أنها تدافع عن المؤشر اليوم كما بدأ، أم أنه أيضا الأجانب اليوم تسلطوا على السوق وعادوا ليشتروا فيها؟ يعني الأجانب خلال الفترة اللي فاتت المراقب لتعاملاتهم هيلاقي ارتفاع كبير في نسبة تعاملاتهم في السوق المصري بعد ما كانت لا تتجاوز في أفضل الأحوال 10 إلى 12% من قيم التعاملات الكلية، بدأت تتجاوز 20% مرة تانية، وده بيفكرنا بالفترة ما قبل ثورة 2011، 25 يناير 2011 كانت تقريبا قيم تعاملاتهم بتقترب تقريبا من 25% من قيم التعاملات الكلية، مع الفارق طبعا في قيمة التعاملات كانت ساعتها حوالي المليار ومليار وشوية، إنما النهاردة بنتكلم في أقل من المليار. فبالتالي خلال الشهرين 3 لما ارتفعت نسب تعاملاتهم بدأ يبقى ليهم تأثير مرة تانية في السوق، لكن قبل كده ما كانش لهم تأثير كبير لأن الأفراد كانت هي المسيطرة وخاصة الأفراد المحليين، وبالتالي ما كانش بيعهم بيأثر بشكل كبير. لكن على مدار الأسبوعين اللي فاتوا اللي حصل فيها تراجع حاد ما شفناش ضغوط بيعية مستمرة من جانب الأجانب، على العكس خالص، ده بالعكس، ده احنا كنا بنشوفهم كمان يعني حتى وإن كان هناك نوع من التباين في الأداء ولكن كان الغالب عليه هو الطبع الشرائي، وحتى زي ما حضرتك قلت في جلسة النهاردة هم كانوا مشترين، حتى العرب عادوا كمشترين، اللي كانوا بائعين أو يمكن من اللي كانوا ضاغطين على السوق خلال الفترة اللي فاتت كان المؤسسات المحلية. لكننا برضو يعني مش عايزين نظلم المؤسسات، السوق متأثر بالحركة اللي موجودة برة الهبوطية والتراجعات الحادة اللي موجودة. صحيح ممكن يكون هنا في ردة فعل مبالغ فيها شوية من جانب المتعاملين، ولكن ده طبيعي ان احنا نكون مرتبطين بالأسواق العالمية. نعم. لأننا مش بنتحرك لوحدنا في العالم. هل تعتقد أن السوق عندما عادت اليوم للشراء وارتفعت كانت قد اقتنعت أنه وصلنا إلى مستويات سعرية مغرية للشراء عليه، يعني تراجعنا كفاية وصار في عندك فرص جيدة للشراء، أم أنه كنا أو أنت تعتقد أنه سنعود للتصحيح مرة أخرى أو نستكمل مسيرة التصحيح المتراجع التراجع وسنتعرض إلى أسعار مغرية أكثر من اللي دخلنا عليها اليوم؟ مسألة الأسعار المغرية دي مسألة يعني بيرفضها بس التحليل الفني نسبيا، ولكن
خلينا نقول حاجه مهمه جدا، ان هي ممكن تكون مغريه مرحليا. يعني ايه مرحليا؟ يعني لما سهم يبقى نازل مثلا من 100 جنيه الى 90 ممكن يلاقي بياع، 80 ممكن يلاقي بياع، لكن عند ال 50 البياع هنا بيحجم عن البيع نظرا لتراجع السعر بشكل كبير قوي. فنتيجه لاحجام البياع هنا في الوقت ده بيظهر الجزء الثاني من المعادله اللي هو القوة الشرائيه. فعشان كده بنقول ان الارتداد بينتج من توقف مؤقت للقوى البيعيه وليس لدخول القوى الشرائيه، نتيجه الاسعار انخفضت بشكل كبير قوي في فتره قصيره قوي. لكن اننا نقدر نقول ان التصحيح ده خلص وان الاسعار مش هتنزل، يبقى احنا كده مش بنتكلم كلام واقعي الحقيقه. ولكن وين الواقعيه؟ وين طبيعي. التحليل الفني اليوم وانت شايف الاسواق كانت يعني خالفت كل شيء فني وخالفت كل شيء اساسي، يعني تحركت بنظريه الهلع والفزع اكثر، مع انه انا يمكن شفت السوق المصري تماسك اكثر من الاسواق الثانيه. هل لك ان تعطينا فكره متى حنرجع نوازن الامور ونتحرك فني اكثر على المؤشرات؟ هو السوق ما بيتحركش فني، هو السوق بيتحرك سوق، والفني هو اللي بيتحرك وراه. يعني مش السوق المفروض يعمل اللي بيقوله التحليل الفني، لا، هو السوق بيعمل اللي هو بيعمله والتحليل الفني بيتوقع بناء على السوق بيعمله. هذا قصدي، يعني متى ممكن انا اعطي توقعات وتكون تقريبا مقاربه للواقع في ظل حركه نتفاجأ فيها في الاسواق؟ بالضبط، يعني انا زي ما قلت لحضرتك في البدايه، هو كان هناك بعض مؤشرات الضعف بالفعل اللي بتنبئ بان ممكن يكون في تصحيح يمتد للاجل المتوسط، لكن مش بالعنف ده. العنف اللي حصل ده نتيجه تاثر بالاسواق اللي بره. مساله امتى ينتهي التصحيح دي مساله برضو صعبه. احنا نقدر نقول ان السوق في الوقت ده مرحليا بدا يضعف فيه القوى البيعيه، وبالتالي السوق هيرتد علشان يعمل كوركشن عكس الحركه اللي هو نازل فيها دي، لكن غالبا بنسبه كبيره جدا هيعمل لور هاي او قمه اقل من القمه اللي جابها عند 9800، وهيرجع يقرب من القيعان اللي جابها. في الوقت ده اقدر اقول لحضرتك اذا كان التصحيح انتهى ولا لا، لو السوق قدر يعمل قاع اعلى او يتماسك حتى عند القيعان السابقه ويعاود الارتفاع. لكن في المجمل هو كده كده هيتحرك في اتجاه عام صاعد، سواء انتهى التصحيح النهارده او انتهى بكره. واشكرك جزيل الشكر ضيفنا من القاهره السيد ايهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركه اصول لتداول الاوراق الماليه.